بخصوص الموضوع ديال جداري القرادة، الحكومة سبق لها عبر وزارة الصحة في بلاغ يوم الاثنين 23 ماي عن الحديث أو عن الإعلان عن رصد 3 حالات. الحمد لله هذه الحالات الثلاث كلها يعني التحاليل المخبارية تثبت بأنها حالات سلبية، والأشخاص الثلاث يحظون بعناية صحية وهم الآن في وضعية صحية مستقرة. بخصوص الإجراءات الاستباقية، وزارة الصحة دائما عملت على التعامل مع الموضوع باستباقية، وقامت باتخاذ جملة من التدابير اللازمة لمصاحبة مثل هذه الظرفية وفقا لمعايير الصحة والسلامة الدولية.